السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم أحبائي أينما كنتم. معكم هشام ممني من قناة أتعلم للعلوم والمعلوميات. قبل ما ندوز الفيديو هذا، أولا أعلن تضامني مع الأساتذة المتعاقدين وأساتذة الزنزانة سعود وضحايا النظامين وغيرهم من المتضررين، ويؤسفنا كثيرا يعني ما آلت إليه الأوضاع في المنظومة التعليمية. ما يخص الفيديو ديالنا اليوم، كما كنعرفوا جميعا يعني الكل عنده سمارت فون هاتف ذكي، ولكن اللي ما عارفينوش انه اذا قدر الله يعني وشفر لك الهاتف او لا طاح لك الهاتف شنو خصك دير. بزاف د الحوايج تقدروا ديروهم اثناء سقوط، يعني لا طاح لك الهاتف او لا تشفر لك، تقدر تسورت يعني الهاتف اذا ما كنتش داير له القفل، تقدر دير له سارت عن بعد، ايضا تقدر تمسح البيانات ديالك، وتقدر ايضا يعني تصوني عن بعد يعني من هاتف اخر، يعني بطريقه ماشي بالنمره وانما بطريقه اخرى، واخا يكون سيلونس يعني التليفون غادي يصوني. وايضا اكثر من ذلك تقدر تحدد الموقع ديال الهاتف ديالك. اذا هادشي كامل غنشوف هذا الفيديو لنتابع. اذا احبائي، للقيام بهذه العمليات التي سبق ذكرها توجد طريقتين، الطريقه الاولى وهي باستعمال الحاسوب، والطريقه الثانيه باستعمال تطبيق على هاتف اخر. سنقوم بتجربه على الحاسوب. سنقوم بفتح نافذه اخرى في متصفح كروم مثلا. معلومة مهمة، وهي يجب عليك أن تفتح الجيمايل هنا وبنفس الجيمايل الذي فتحته في فتحت الذي تشتغل به في الهاتف. سأقوم بهذه العملية. أول ما تضع هنا وهو مدير جهاز أندرويد، يعني مجموعة من الاختيارات. الاختيار الأول فاند ماي ديفايس، يعني وجود الهاتف. إذن أول ما يظهر لنا وهو معلومات حول الهاتف، يعني وتاريخ وآخر مرة تم يعني تشغيله. إذن الهاتف هو دوب إليكس 1، الإيميل كالتالي، تاريخ تسجيل أول وآخر مشاهدة، وأيضا يعني الشبكة المستخدمة فيه، وأيضا نسبة بطارية الهاتف. لاحظ معي. إذن الاختيارات، توجد لنا ثلاثة اختيارات، وهي تشغيل الصوت، يعني سيصدر الجهاز رنينا لمدة 5 دقائق حتى لو تم ضبطه على وضع الصامت، يعني هذه الحالة هذه في حالة مثلا إذا طاح لك التليفون وكان في وضع سيلونسيو. ثم الخاصية الثانية وهي تأمين الجهاز، يمكنك قفل الجهاز وتسجيل الخروج من حسابك، يعني دير الهاتف ديالك دير له واحد الكود ولو عن بعد، يعني إلا ما كنتش داير له الكود من قبل. ثم الخاصية الثالثة وهي محو بيانات الجهاز، يعني إذا ما كنتش داير له شي مود باس ولا تقدر دير له مود باس وتمسح دوك لي دوني اللي فيه، يعني جميع دوك التصاور دوك الفيديوهات ديال العائلة تقدر تمسحهم. إذا نبداو بالأولى، تشغيل الصوت. يعني سأقوم بوضع الهاتف على يعني السيلونس. إذا لاحظ معي فهو في وضع السيلونسيو. إذا الوضع سيلونسيو، ثم سأقوم بتشغيل الرنين. إذا لاحظ معي الهاتف هو الذي يصدر هذا الصوت، يعني رغم أن الشاشة لا تظهر أي شيء. سأقوم بإيقافها ثم توقف الرنين، يعني لمدة 5 دقائق، ثم يمكنك إعادة الكرة إن لم تجد هاتفك. هذه بالنسبة للخاصية الأولى. بالنسبة للخاصية الثانية وهي تأمين الجهاز، يمكنك قفل الجهاز وتسجيل الخروج من حسابك. لاحظ معي هنا أن الجهاز ليس به أي قفل. إذن تأمين الجهاز، ضبط كلمة المرور، يعني يجب أن تضع يعني كلمة مرور يمكنك تذكرها. سأقوم بوضع كلمة أتعلم وتأكيد الكلمة أتعلم، ثم التالي. ضبط كلمة المرور، أحرص على تذكر كلمة المرور لأنه لن يكون بإمكانك تغييرها. موافق. رسالة الاسترداد اختيارية، يعني تقدر هنا دير شي إضافة مثلا من فضلك، مثلا يعني فقط يعني إلا قطعت شي ولد الناس، ولا تقدر تقول له الله يجازيك بخير، رجع لي الهاتف ديالي مقابل واحد
يعني مبلغ مادي ولا شي حاجه عليه باش تدعمو، وخاصة هاد الحالة قليلة هادي، ولكن حنا غادي نديرو الواجب. من فضلك أعد لي هاتفي. هاتفي رقم الهاتف أيضا اختياري، تضع مثلا الهاتف حتى تقوم بمهاتفته. هنا تضع رقم الهاتف، يعني مثلا تضع رقم هاتفي، ثم تأمين الجهاز. إذا لاحظ معي يعني تم قفل الهاتف. إذا هذا الأيقونة لاحظ معي الرسالة من فضلك أعد لي هاتفي، وهذه الأيقونة هي من أجل مهاتفته، يعني دون الدخول إلى المعطيات باقي الأرقام الموجودة في هاتفك. يعني بطبيعة الحال لن يرن، لأن يعني الرقم فهو نفسه في الهاتف. سأقوم بفتح، لاحظ معي يعني الرقم السري، يطلب منك رقم سري سنضعه هو أتعلم. لاحظ معي تم فتح الهاتف. إذا هذه الطريقة أحبائي فهي مفيدة جدا جدا، يعني من أجل كما قلت سابقا من أجل تأمين جهازك ومحو بيانات الجهاز. هي الخاصية الثالثة كما تلاحظون هنا، محو بيانات الجهاز. يمكنك محو كل المحتوى من الجهاز، وبعد محو بيانات جهازك لن تتمكن من تحديد موقعه. يعني هناك يقول غادي تمسح جميع البيانات عن بعد، ولكن ما تقدرش تحدد الموقع ديالو. هنا ايضا يمكن تحدد الموقع ديالو من هنايا، يعني الا كان كونيكتي كيعطيك البلاصه. هادشي اللي الا كانتكم شي سؤال احبائي ما تنساوش توضعوه في التعليق. نتمنى تكونوا استفدتوا، ولا استفدتوا ما تنساوش تبارطاجيو مع اصحابكم، والى فيديو اخر باذن الله.